ايه؟ ايه في ايه؟ الاندفاع خلف الشيطان نهايته الدمار. الجدع ده مقضى عليه لا محالة. ونهايته معروفة. يا السجن يا المشنقة. وبنت أمورة وحلوة زيك، تلات أرباع شباب البلد يتمنوا واحدة زيها. تتورطي معاه ليه؟ وعشان إيه؟ أنت ما اتخلقتيش للسجن والبهدلة، أنت اتخلقتي للحياة الحلوة الناعمة. برفانات، فريرات، عربيات. أنت مش ناقصك غير توب طويل وحجاب وتبقي من الفاضلات. عودي إلى صوابك. وشمعنا بقى اخترتني انا بالذات عشان تديها النصيحه؟ ودي بصت واحد بيدي نصايح. انت اخت وانا خايف على مستقبلك. ودول ايه؟ مش اخواتك وليهم مستقبل يتخاف عليه؟ لا دول مش اهل نصيحه، وباين عليهم راكبين دماغهم. شايفني راكبه ايه؟ انا كمان زيهم، راكبه دماغي زيهم بالظبط. سلام. هي موته ولا اتنين؟ انا مش عايزه اموت، مش عايزه اموت، مش عايزه اموت. ايه يا مدام؟ هو بمزاجك؟ بقول لكم ايه، احنا نهجم عليهم. نعم يا اخويا نهجم. ليه؟ والعمر بعثاء. قربوا هنا، احنا نقوم عليهم قومة رجل واحد. هيحصل ايه؟ هيموت مننا كام؟ تلاتة اربعة خمسة ستة؟ بس انا مش راجل، انا مش راجل، مش راجل. اهدي اهدي اللي مش راجل. حضرتك جرب انت الاول. اهجم انت الاول واحنا كلنا وراك. لا انا ما اعرفش اهجم، انا اعرف اخطط بس. في اوروبا والدول المتقدمة اللي بيخطط هو اللي بيهجم بجد. انا عارف الهمس ده وراه ايه بالظبط. لو القعدة هنا مش عاجبة حضرتك ممكن تنزل تقعد مع الناس المهمين اللي تحت، بس انا مش هبعتك من السلم، انا هبعتك من الشباك. لا انا مبسوط بالقعدة مع حضراتكم هنا والاخوان. ليه؟ بتنزل سيادتك تقعد معاهم؟ انا كده مستريح. سيادة الرئيس يا فندم. سيادة رئيس مجلس الوزراء. لا يا فندم، رئيسنا كلنا يا فندم. افندم سيادة الرئيس، لا يا فندم احنا مسيطرين على الموقف تماما. شوية العيال دول نقدر نخلص عليهم في دقيقة واحدة، لكن حرصا على سلامة الموظفين اللي في المجمع احنا بنستعمل معاهم الطرق الودية يا فندم. لا يا فندم احنا ما عندناش معلومات كافية عنهم، لكن يا فندم دي عملية هبلة هبلة خالص. اطمن سعادتك يا فندم، اطمن سعادتك. فين الولد؟ مهبوشة، ده مش المعلم بتاعك عشان تكلمه والسجارة في بقك. ده سعادة البيه وزير الداخلية، الشنبات والرجالة والبهوات بتترعش قدامه. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يخلي. كلنا في ده الوطن يا سعادة البيه الباشا الوزير، كلنا في ده الوطن، منهم لله إلا هشوفهم متقطعين حتت حتت. كلنا في ده البلد يا بيه. ابنك إن شاء الله هيرجع لك سليم يا ست هاني. قولي قولي يا أم محروس، ما هو اسم الله على مقامك ابني اسمه محروس. أنت أم البطل يا ست محروس. ها؟ يا ست أم محروس. أيوة يا بيه. امسك محروس يا حبيبي، الجهاز أهو، تطلع على السلم صويع منك، فاهم؟ احسن يبوظ. ابني تقع حاجه من ايده دي تبقى حكايه وروايه. بس لازم نتفق يا سعاده البيه الاول. نتفق على ايه يا ست ام محروس؟ كلك نظر يا سعاده البيه الوزير، ده ابني اسم الله عليه داخل مغامر ويا عالم هيرجع على رجليه ولا على نقاله. طلباتك ايه يا ست ام محروس؟ ياخد اعفاء من مصاريف المدرسه طول ما هو بيتعلم. دي مقدور عليها. وان شاء الله ان شاء الله لما ياخد الثانويه العامه تاخده عندكم في كليه الشرطه. ده لسه بدري عليها قوي يا ست ام محروس. الله، يا ترى مين هيعيش؟ انا اوعدك بس ادعي لي ان انا اكون لسه في الوزاره. مش ناقص غير حاجه واحده بس يا سعاده الباشا. ايه هي يا مدام؟ ما تخلصينا مكافاه حلوه كده الواد يفرح بيها ويحلي بقه. خلاص خلاص، ممكن نصرف له 100 جنيه. ايه 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 100 جنيه؟ معلش بقى يا سعادة اللواء، هتعين من عيالك يطلع سلم المجمع. ده انا ابني اسم الله على مقامكم كلكم بيكسب في اليوم الواحد 150 جنيه وهو زي الباشا. ايه 150 جنيه في اليوم؟ وهو انا معقول هكذب على سعادتك يا بيه؟ هاتولي الولد. جامد، اتفضل يا معلم باشا. انت بتشتغل ايه يا حبيبي؟ بشحت في اشارات المرور. ايه؟ بشحت في اشارات المرور. بتشحت في اشارات المرور؟
نديها ال 150 جنيه. قوم معايا. على فين؟ انا لما قلت قوم معايا تقوم معايا على طول، ما احبش اكرر حاجه. قوم. في طفل صغير حقيقي ومعاه جهاز لاسلكي، هتاخده منه وانت مكشر، بعد ما تاخده منه تقول له سكلاتك امك، هتقول له ايه؟ سكلاتك امك. اكتر. سكلاتك امك. عايز اسد بيقول سكلاتك امك. كشر اهو. قوي قوي قوي. انا هطلب منهم يخلوك تمثل في التلفزيون. برافو. جرايه يا ولية. فرحانه بسلامه ابني يا بيه، ده يستاهل الف زرغوطه. قابل الارهابيين وهو عيب بتعريف طوله، لا على كتفه نيف ولا دبوره. برافو برافو يا محروس يا حبيبي، برافو. انا مبسوط منك، انا هجيب لك شوكولاته. ها شكلهم ايه بقى الارهابيين دول؟ بالراحه يا سياده اللواء، بالراحه يا اخي. مش كده مش كده. قولي شفت ايه هناك؟ راجل بلعبه طويله. راجل بلعبه طويله. وشفت ايه كمان؟ اتكلم. خوفني وقالي سكلتك امك. سكلتك امك؟ وايه؟ قولي قولي. معاهم كان معاهم سلاح؟ معاهم مدافع وبنادق وقنابل وسكاكين وكل حاجه معاهم. الولد الولد اكيد الحقيقه وضحت وضحت. الجماعه تحت زمانهم عاملين لنا الف حساب. انا عارف مين البابا بتاعهم. بابا؟ ايوه ايوه البابا. مين البابا؟ مين البابا؟ البابا البابا شلبي ده ولد كده. انت لما اجي ابص بس من الشباك اشوف ايه الاحوال. ها احوال؟ احوال ايه؟ ايه احوال من اجيلك دي؟ ايدي ايدي شلبي. راجع نفسك يا شلبي يا ابني. انت كنت كويس وابن حلال وبتسترزق وعلي الحال. الله هتودي نفسك في داهيه ليه؟ في اوروبا والدول المتقدمه ما بودوش نفسهم في داهيه. وحد الله يا ابوي، انا رايح في داهيه من زمان قوي، والرزق اللي يجي من رجلين البني ادمين مالوش عازة عندينا. عينيك طالع منها شرار كده ليه؟ أصلي بصراحة معجب حقيقي. عمري ما شفت حلاوة بالشكل ده أبدا. متجوز مش كده؟ بنت خالتي. بس إيه؟ هي اللي جابتني هنا عشان أرمي نفسي من فوق. نكدية وزنانة حلوة ملهاش أي ملامح خالص. بقول لك بنت خالتي، أصل العيلة عندنا كلها شبه بعض. مقاسك؟ لا انا بلعب رياضه وبعمل رجيم، انما هي توزن اكتر مني ب 30 40 كيلو. انا انتوا كنتوا بتحبوا بعض ازاي يعني؟ قصدك الحب اللي هو اللي هو ده ازاي؟ بطريقه التصادم، تحدي الاقوياء، لقاء الجبابره،
ايه رايك؟ ثانيه واحده ثانيه واحده. ايه رايك ان انا كنت بقعد قدام التلفزيون اتفرج على برنامج عالم الحيوان عشان اشوف الافيله بتتعامل مع بعض في المسائل اللي زي دي ازاي؟ انت هبل؟ لا ليه؟ لا علشان في رقابه بتشيل الحاجات دي حتى الافيله. بيحصل عندكم فوق؟ دي محاولة، محاولة فاشلة من أحد الرهائن للهروب، تمت السيطرة عليها، ولا توجد إصابات لدينا، انتهى. لأن قوات تنسف المجمع كله وتنسف الهرم كمان. يلا انا عاوزهم يهجموا، انا جاهز للمواجهه. هتاخدونا في رجليكم واحنا مالنا؟ احنا كنا عايشين وساكتين وصبرين وبنقولها اياك. بس نكديه يا زنانه، اي ست هتفتح بقها هخليه مضربها برصاص في مفخها. جاتكم البلا، ما بنشوفش منكم غير الهم والغم. روق يا اخ، انت اسمك ايه؟ سمير. روق يا اخ سمير، أنا عايزك تبقى حضاري، دول جنسي ناعم، تبقى لطيف معاهم يبقوا لطاف معاك. لطافة إيه بس؟ اللطافة معاهم قصيرة جدا، تعمل إيه نص ساعة لطافة في يوم مدته 24 ساعة؟ والله هو حضرتك من بتوع النص ساعة لطافة بس. لا أنا ما بتكلمش عن نفسي. في حد من حضراتكم من بتوع النص ساعة في اليوم؟ بدل المسخرة دي سيبونا نروح لحالنا، إحنا في حصة غدا وعايزين نستريح. أيوه، وإحنا إيه مش بني آدمين؟ في اوروبا والدول المتقدمه بيعاملوا الناس معامله البني ادمين. ايوه انا عايزه حضرتك دقيقه واحده. انا ايوه. شوف البوليس اللي تحت مش خطر عليك، الناس دولت هم اللي خطر عليك، لازم تعمل لهم الف حساب. لو سيطرت عليهم محدش هيقدر يسيطر عليك ابدا يا زعيم. انتبهوا، وزير الداخلية يتحدث إليكم بحكم مسؤوليتي عن الأمن والأمان لكافة المواطنين. أدعوكم إلى الاستسلام حقنا للدماء وحرصا على سلامتكم وسلامة المواطنين، وأنبه بشدة أننا لا نخضع لأي تهديد مهما كلفنا الأمر. وأذكر الجميع أنه لم تنجح أي عملية إرهابية في البلاد سواء في أي عهد وزير سابق أو في عهدي. وأكرر، إما الاستسلام الفوري بدون أي شروط، يا إما أنتوا عارفين. شلبي، الكلام اللي سمعناه ده عايز رد، فاهم الناس اللي تحت احنا مين بالظبط؟ يا سادة، احنا ما بنلعبش لعبة عسكر وحرامية، احنا لينا مطالب ولازم تتنفذ. الى جميع القوات انتبهوا، لو كنتوا عايزينها معركة حربية احنا جاهزين، والرد بتاعنا هيوصل لكم حالا. We'll be right back.